مشاهدينا الكرام، مشاهدي الجزيرة مباشر، أهلا بكم ومرحبا في هذه الجولة التي نصحبكم فيها من مدينة إزميت التركية، حيث موقع تصوير مسلسل السلطان عبد الحميد. نبدأ من هذا المكان وهو الشارع الذي يتم فيه تصوير المشاهد الخارجية، هذه المشاهد التي ربما تحاكي أماكن حقيقية في اسطنبول وفي العاصمة كما تسمى في المسلسل. نصعد ونبدأ بهذا المكان حيث يصور العديد من مشاهد الأكشن هنا بهذه العربة، عربة الترام، وكثير من الحوادث التي حدثت في المسلسل ربما شاهدتموها. وأيضا ونحن نسير هنا سنرى استعداد عدد من الممثلين وتدريبهم، ربما هنا يتدربون على بعض المشاهد، مشاهد الأكشن ومشاهد الحركة هنا. سلام عليكم. ربما هذه المتاريس التي يقيمونها في مشاهد إطلاق النار يستخدمونها ويستخدمون عدد من الممثلين البدلاء الذين يطلقون النار أثناء جولتنا قابلنا أحد الجنود العثمانيين من أيام السلطان عبد الحميد، وهو بالمناسبة طلع مصري يعني، فاحنا سنتحدث إليه ونعرف تحديدا ماذا يفعلون وما الدور الذي يقوم به وكيف يقوم بهذا الدور. يعني لو يعني تحكي لنا يعني كيف تقومون بهذه الأدوار، وهل أدوار الأكشن وإطلاق النار هي أدوار حقيقية، تطلقون النار حقيقي، ولا كيف تؤدون هذا الأمر يعني؟ في البداية أنا عبد الباري منسي، يعني بنعمل المشاهد الأكشن في الغالب كلها، يعني من مثلا فايت مع الممثلين، المشاهد الخطيرة، وقوع ضرب، يعني بنموت في حركة يعني بتحصل، بنط من مرتفعات عالية. يعني دلوقتي المفروض ان احنا هنعمل مشهد كله مشاهد خطيرة، يعني بنط من فوق بوكس، بنقتل الممثلين وهكذا. يعني احكي لي بقى المشهد كده، تعالى احكي لي كده، يعني انت دورك ايه بالظبط؟ احكي لي بقى هتعمل ايه؟ على البوكس اللي هناك ده احنا واقفين 8 اشخاص، انا ببدا من هنا من البوكس ده، بنط من على البوكس الاولاني للبوكس الثاني، بنزل هنا في حد واقف، انا زي بنط من اول البوكس ده على البوكس ده وبنزل على الارض. حاجه اسمها باركور، الباركور هو لعبتنا الخطيره عامه، يعني اللي هو انت بطل باركور يعني. لو تسمع عنه، تعرف باركور؟ انا لاعب باركور، اغلبنا لعيبه باركور، عشان كده بنعمل يعني حابين المشاهد الخطيره يعني. بنزل هنا وبقتله يعني، وفي واحد بينط من هنا برضو نفس الكلام، بيبقى في واحد واقف بيقتله على طول، نفس الكلام من هنا، وبيبقى في اشخاص، بقيه الاشخاص واقفين، فبحركه سريعه بيموتوا يعني. طب انت بتقتله ازاي يعني؟ انت تبع السلطان ولا تبع التنين؟ على حسب يعني، معانا ولا مع التنين؟ ساعات خاين وساعات السلطان، على حسب يعني، لان هو احنا اللي بنعمل مشاهد خطيره يعني. لو مع الرجال الثانيه اللي قدام السلطان بنبقى مغطيين وشنا، لان احنا اوريدي بنكون ظهرنا في مشاهد تانية وشنا، ف يعني بيكون اوريدي متنا، فما ينفعش نظهر تاني بوشنا يعني، فبنبقى زي متخفين. بس اطلاق النار يعني ازاي بيتم؟ اطلاق النار بيكون هو مجرد صوت، او بيظبطوه في الانتاج، في حاجه اسمها الفي اف اكس، الحاجات في الانتاج يعني، في الايديتنج والفيديوغرافي والكلام ده كله. لا بيكون بس صوت، بيكون صوت. النهارده المشهد ده هيستغرق منكم قد ايه؟ والله مش عارف، بس هو في الغالب بياخد من 2 لـ 3، بس طبعا التجهيز بيكون اكتر يعني، بناخد لنا 10 ساعات 12 ساعه. تتدرب على الحركات؟ ايوه تمام. المشهد الواحد ممكن ياخد 12 ساعه؟ هو في العادي التصوير بيكون فوق 10 ساعات على حسب اللي انت جاي تعمله يعني. ساعات التصوير نفسه بيكون 5 دقائق، ساعات التصوير بيكون ساعه، ساعات ساعتين، ساعات 3 ساعات. في اكثر من مشهد ليس مشهد؟ طبعا احنا كل المشاهد احنا بنعملها، انا في فريق اسطنبول ستان تيم، ومن قبل انا مع فريق في مصر مع دايركت اكشن دايركتور اسمه فوسي، بس جيت هنا مع اسطنبول ستان تيم يعني، لان انا جيت هنا جديد،
هم الأغلب المسلسلات التركي بالمشاهد الأكشن أغلبهم كلهم هم اللي عاملينها. كيف التعامل مع الممثلين الأتراك؟ كيف حسيت الأجواء هنا يعني؟ والله هو أنت كأجنبي فهو حلو يعني مميز. كمان أنت لاعب باركور، لو أنا لاعب باركور فدي حاجة بتميزني أكتر، إن أنا بعمل حاجة الناس ما بتعملهاش، فدي حاجة كويسة يعني. I love it يعني. تابع المسلسل؟ كتير يعني. لا شفت كم حلقة لحد دلوقتي؟ والله يا أول حلقة بس. يعني أنا أصل المسلسل وما شفته. لا لا بس بشوف المشاهد يعني لو في حاجة أنا عملتها باخدها خلاص عشان البروفايل بتاعي بس مش أكتر. لكن كان في محمد برج هان فاتح اللي هو كان بتاع السلطان الفاتح. أنت مش متابع القصة بقى والسلطان بقى ومحاولة اغتيال السلطان مثلا؟ لكن هو طبعا يستحق المشاهدة يعني، سلطان عبد الحميد من المسلسلات القوية يعني. تعرف قصته يعني؟ يعني. طيب أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإن شاء الله يعني نستكمل الجولة. Demokrasiden bahsediyorsak bir ülkede halkın iradesinden bahsediyorsak o zaman halkın iradesiyle başa gelmiş İhvan-ı Müslümin'e ve onun reisi olan Muhammed Mursi'ye yapılanları asla kabul etmiyor. Askeri bir diktatör rejimin demokrasiyi böyle Mısır'da katletmesini kınıyorum. Bir de Mısır'ın en sevdiğim yönlerinden biri şu. Oradaki Hristiyanlar, Müslümanlar iç içe kardeşçe yaşıyorlar. ولا يقوم بنقاش فيما بينهم المسيحيين بكنيسة geliyoruz فنرى الكنيسة يلا جامع إلى نعم في علامات مشتركة بينهم يزعزعون الأمن و أصلا هناك إسرائيل بوليتيكالları var. فهناك سياسات إسرائيلية çünkü مصردان فلسطين يعني غزة yapılan yardım önünü kestiler. المساعدة التي كانت تذهب إلى غزة فقاموا بقتل إخواني المسلمين و المسلمان kardeşlerin oradaki İsrail'den zulmünde yaşayan Gazelilere yardım edeceğini biliyorlardı. هم كانوا يعرفون بأنهم سيساعدون أهل غزة. فإسرائيل كانت تعرف هذا. Nitekim kapıları açmışlardı. Fakan fethol abuab. Sisi geldi ondan sonra kapıları kapattı. Sisi adu. Sisi hatta yisikir alayhim kalıb. Lekin humma yakulu anna nizal Masri yara anna l-ikhwanul muslimin cema'i ahri. Ancak Mısırlarda şöyle bir şey oluşturdular. İkhwan Müslümin'in terör örgütü asla algısını
oluşturdular. Asla. Bu Rusya'nın oyunu. Niçin buna neye dayanır? Çünkü bu bir Siyonizm aldatmacası. Demokrat seçimler yapıldı mı Mısır'da? Yapıldı. Yapıldı. Kim geldi iktidara? Eğer terör örgütü olmuş olsaydı halk onlara oy verdi. Bütün dünyada demokrasi çığırtkanlığı yapıyorlar. الديمقراطية في كل الساحات. مصر ده الديمقراطية يعني سعيد دويني. فلماذا لم يتم الديمقراطية في مصر؟ جماعة. تاسيب باشا تاسيب باشا. نادوني تاسيب باشا. Hatta Instagram'da da paylaştı. Ben şaşırdım al Instagram. 7-8 tane Mısırlı genç. Şabab 7-8 şabab Mısır. Bana diyorlar. Tahsin Paşa. Sadık öpüştük. Hatta gösterebilirim fotoğrafı da. Instagram'ımda. Göstereyim. Şurada. Havalanına giderken. Aa, şöyle iyi. Maşallah, maşallah. Tahsin Paşa. Bakanın adamı Tahsin Paşa. Peki, şükran. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.